بالخارج، لحقاش صراحة وذن نغض زدودين قاس نجل غير التام قرأت خل جماعنا خل القرية وخاصة الشباب والاجتماع عندهم من يتكرر مرة ثانية شكر الشباب وريم قرن الجالية المقيمة بالخارج وعلى رأسهم السي سعيد بن ددة عم تسلم رخو الاجتماع انت كذا باش نحاول انا وذن نأسس الجمعية ان شاء الله بحول الله باش انو يرغز ذات ان بناء اجن سبيتار مستقبلا دالي زدودين والفكرة يا عندهم نير فكرة تزد الشباب المقيمين بالخارج عم تسلم وذن الخارج دائما تقنج المجهود الجبار ديال الجماعة النق قنج العدد الاصلاحات المساجد بناء المساجد تم قرانين داس الفلوس تم قرانين والجمعيات من غدا ديال الزدودين وشي انتج الثمار دا القرا وعلى راسهم الجمعيه يترأس سيميمون النقل المدرسي ام تسلم نوضج العدد دا القرا الحمد لله يدور نهار النقل المدرسي غنغدي الزدودين كثر زي الخواص اربعنا الرحلات النهار 600 درهم وغنغولا ديج الحاله غادر المدرسه ديال 6 سنين ل 7 سنين ونقعد حتى دي النتائج الطلبه غنغدي التلاميذ الحمد لله نحقق اج النتيجه تشرف في زدودين ونبداو من الفكره هي دائما من الشباب نيو ذن غيت عايشين ديال الخارج هادو شغل كلمه استاذ سعيد نتيتو غيت دن باب الفكره باش ان شاء الله ماني غنعوض ماني غنحقق ان شاء الله وشكرا. الاخوه افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سمحت لي كاش ترحيب خاص زي الشباب النغ يعني يزين تفتخر ديال زدودين من أطر كفاءات نترحب الأستاذ سي سعيد تتوح محامي النغ كذلك الدكتور عزيز محمد اللي سنة كان غيحضر ثم المهندس السي عبد الرحيم الطرهولي يعني إنا تشرفنا نغدي الزدودين كما يشرفنا جميع يعني أبناء الزدودين جميع المجالات فيعني نشين لنا الفخر نجل الفخر ضم قران ستاروان النغ الشباب النغ يعني النهار قد سيرد غير خريطة لأن ذي ناكين غير ولكن ذني الشباب النظن يعني شرفنا نغضي عدة يعني مجالات ونيتان يعني ديجل اعتزاز ضم قران نشين كأفراد يعني أو كساكنة الجماعة الزدودين نزيسن اعتزاز الكفاءات وانت تشايت مثلا يعني إدن دي الخارج يغير ديجل غير الطم قرانت المناسبة يا ما مشيت مش يتم الإعلان خاص يعني توج الفكرة التقديم السيد الرئيس يعني يستور خيج الملتقى الجالية وثاني تنديج المناسبة إن شاء الله نتخذ النهارة ديج الملتقى ابتداء زي الثانية والملتقى الأول ثم دس الملتقيات واني مانية أكد أفراد الجالية المغربية إن شاء الله تعالى دي الملتقيات تاريح ديس نتناقش ديس يتقدم ليس المجلس الحصري للناس المشاريع يقال المشاريع المستقبلية إلى آخره صلة الرحيم بطبيعة الحال يدان يعني تنيد الهدف زي دقان اللقاءات باسم يعني المجلس وعلى رأسهم السيد الرئيس ترحب غزو مرة ما مهدو من نيغ يعني نهاني ذا المناسبة وهو وهي يعني نرزو الإمكانية نيجن تأسيس نيجن الجمعية يغي شرفا خل بناء المستوصف الجمعية إن شاء الله تجي اتفاقية شراكة الجماعة ثم يعني أتخزار أكل الإخوة اللي غانوا ذي الخارج مشي مرة معوان نفوز لفوز أنخزار ثمان زدنا بالتمويل إن شاء الله ويعني نشي غانغي يعني يقين ماشي أنه يعني ذي الخير غير الزاد ف يعني المركز الصحي الزدودين من اولى الاولويات ومش تسلم مره ثاني فكره يعني تويت عده شباب يهدوا منا الرئيس ثم يتبنى الرئيس الله يجزيه بخير تويت لحخص لعده مناسبات ويصدر النهار ان شاء الله تعالى باش تزار النور باذن الله المركز الصحي مش تسلم الاخوان يعني مهم جدا وما بيهدوا مني الفكره يا تزد الشباب تويت يعني تغيت التمزوار وتقبر بزاف المبادرات مكيثنت ولكن تغا وديوسيو النهار النص كل دي أجر كتاب النهار يديوس النهار النص بعدا يعني كنو ذكروها بس المبادرة قيل الإخوان مارا ذي كورونا يوقع جنة تضمون ضم قرام يعني
اخواني بزاف من الدواوير، يعني يمكن ازياد زوار في قفه يعني يتوزع عندي تزدودي، يعني ما نيتش هذا مخاص مره، ثم بعد ذلك تزد المبادره ان الترميم مزيد التقوى مزيد المركزي غنغلي تزدودي، وان شاء الله تعالى المبادره دي غورن وتيري فريده من نوعها، الا وهي بناء جل المستوصف هذه سجل معايا ان شاء الله تتم قرانين بشراكه طبعا مع الجماعه مجلس تزدودي ذي الاخوان زي الخارج نسين الحمد لله الاخواننا مره غاسن غير تزدودي مره توجه للمشاريع تزدودي ام تسنم الا نغي مزوره داني هني تشكر هني تو غندير المجالس كل مجهود جبار ودين تشد يسني غني نحاج امني تو هدر وقتني ربما تو غني رخون الحمد لله من الجهويه الموسعه خو الجهه قريب ودمج الوقت وغالمثل غير الرباط راح الدوا صغرى الرباط نحاج رخون هاره دائما المشاريع دي تسن تسن تجي الجهه الاخوان داني هني كنج مجهود جبار غير المشروع يدا تهيئه الشارع الرئيسي باش نسيو الواقع قودين شنو هيكي نهني نمشي نوفي في وجد نوفي في وجد الدراسه ورز الاعتمادات باش ندي واقع نهاو ما يديرش نمشي غير المجلس والاخوان قا هنداك النقطه عند المجلس السابق نوفي الدراسه دي وجد من منهار المشاريع من يدير المشروع دراسه تاع المشروع خصك تدير الدراسه دي وجد زي الاولويات نوفي الدراسه دي وجد نوفي الاعتمادات دير وقتنا نوفي الدخل 6 مليون درهم الحمد لله هاك الجهه نحقق يجل قفزه نوعيه ينتي الجماعه النغم شكر رئيس الجهه دائما اذا غير تنفوس الناس السيد العامل دائما تيصدودين اي مشروع الا نقدم سنت الا واخا الزانه كاين الحل ديال غنخرج المشروع يدا صراحه دائما اخوان سوا الخاص ونسوا الخاص مره هو حزام الوقايه الجماعه نزودي انزلني بكوسني عاد انزاني ذاك الشيء سيدي ربي وذا المره سوا الخاص مشي الحمد لله المجلس السابق ولدو يدين حاليا كينج المجهود جبار نسوف الدراسه النص يدا تقريبا ديال سجن 5 مليون درهم ف ديج الانجاز كيت المجلس ونهار قصفط ان شاء الله غير الوجود ديني يجي المشروع كيكواد على ربما دومين غير 6 شهور 5 شهور 4 شهور 3 شهور ما يمكنش هذه سبدان دي الدراسات كينا اللي تيدنس هي الحزام الوقايه غادي يبدا مزوارو باش هذا غيحلى هذا غيحمى الساكنه زي الفيضاني غادي يدان وديني جنب بعض الشوارع يدا زي 15 مترو على 20 وقريبا كتستعد يغان غدا شنا بعام ما خمسة الشوارع هي نقود فينا كيدس باش غادي نجز ان شاء الله الزفتن وديني الحاجة يدا مهمة يدا لوتورو تم تسنم الحمد لله اقيب دار خوك يخدم زوكا سيف ودي وشي جل قفزة نوعية زودي وديني التنية طريق يدا زي لوتورو زي المطار غدريوش اقص كد الاعلان خشن يومين ما ثلاث ايام النزعة الملكية على حسب باش تستعدونا فريد زكعاروي الدريوش من التثنيه ساغادي يوشيج القفزه نوعيه وديال المشاريع المناطق الصناعيه متسنم ديال الجماعه نحقق اثنين المناطق الصناعيه اجت قد فضل الوجود ربما لن تفعل الابواب اللي تكون مثلا ديال المساطير الناس النزع الملكيه ديال الدراسات الناس ديال الخدمه الناس باش تفغى الوجود هذه جن حاجز تلقرا تكوال ولكن من هي تبان دي كوا شويه تنقل مهمه لحقاش ربما بعض الاخوان ويستنشل العمق ما كيكون دقا المشاريع لحقاش ربما زيد تبان بنايا يقول يلقي حقا نمشي مريكان وزد غير حسام مفايض انا استخزر السند ربما المجلس السابق تو غيساور خاص يوز المجلس ويسناني ويحقق شاق انا غادي يوز ثلاثه عاد ويحقق نتسنم المشاريع كاكوا شويه باطئه ولكن تزدودين تحقق جل عدد المشاريع تحقق اول سوق ديال جهه الشرق اول سوق لجهه السوق يتنجز دي زودي عقد دي 90 ما 95 دي 100 على الابواب ان شاء الله غادي يكمل وذين السواق مش ناكيس ومازال غادي تنبدين حتى المشاريع الخدمه مازال وزن الصفقه في فورتمون وقد دي 95 دي 100 وقهنا ذين سواق دي بوكان نيدن عاد تنزل زعما جا مجهود جبار يكي في المجلس ولكن واش غير المجلس واحد ذين جا الفئه الطام قرات غواريت المجهود ديال الجماعه نشكرهم لا داعي نذكر اسمه ونسن عندهم دين الجهه ان شاء الله التعاون دين العمل السيد عامل كان مجهود وديني حتى الشباب يتخلق يجي الحماس الاخوه بالداخل سعيد جدا صراحه اليوم ان اتواجد جاري ثما طاز وقامي والمركي منوية وذني اخوه ربما مده طويله وهن زريب نهار المرقى كيسن فقط ثاني فقط بيجن مكسب ضم قرار يثقبيش النقا كل
الجماعة النغي تما خاصة الزوي. وسعيد كذلك بأنه أول مرة نتلتأم ذاني تذي الملتقية وانت تغدي جندهم مجموعة الإخوة وخاصة الجالية المقيمة للخارج، لأنه جميع الجماعات تقريبا سنويا نظم ملتقيات نجمعة نسن بين أفراد الجالية والأفراد المقيمين للداخل. ثاني تا ديج المبادرة ديج البادرة إن شاء الله كملتقى أول، والسنوات إن شاء الله تيجي نسولنا حميدة أتسن لانشي إن شاء الله الرحمن الرحيم لا الأجيال يدغي سنوانا. نمشي لنا السيد الرئيس المحترم السيد سعيد بن دادة المستشار الجماعي المحترم أن فكرة المستوصف الصحي أو المركز الصحي بجامعة الزودين تغادي الفكرة وتجيبو توزد يعني والدة اللحظة أو الصدفة، هي تراكمات لمجموعة من الخطوات مجموعة من أفكار مجموعة من لقاءات سابقة لا أكل المجلس الجماعي مشكور لا واني تاني السابق يعني الولاية السابقة لا مع مجموعة من الأفراد الجالية، ولكن دائما همي توغارنا ما مش غنقدر نصفق الفكرة هي الوجود نسن بأنه المشكل التمويل ونجي المشكل عويس ونسن بأنه الأطور الطبية قبل 2023 أن المغرب طويت عانى نصطاسي تسمس الأطور الطبية، ولكن ابتداء من 2024 تيلي دفعة تم قانين يضبي بنغى المغرب لأنه اتصل كلية الطبية عزمن يعني تقول 2024 هذه الأطور الطبية دي المغرب سوى التص تا إج النقطة يعني إن شاء الله كيس ربما كيس نتزامن مالات غسيد رب العالمين يوفقنا أناوض باش نحقق المشروع ونتاكير أد نتزامن مباشرة التخرج من دفعة تم قرانين الأطباء تقول 2024 شنش إن شاء الله الرحمن الرحيم.